بيجي. اخر ازيكم يا جماعه؟ النهارده ماتش ليفربول برشلونه. دلوقتي احنا وصلنا ريترو كافيه وهناخد بقى توقعات من كل واحد، واللي هيكسب النهارده اللي هيقول توقع صح هيكسب معانا شوكولاته ميلك. ناخد الاول توقع الاستاذ زياد احمد كريت 2-1 لبرشلونه. ناخد توقع الاستاذ محمد عاطف 2-1 ليفربول. او ابو صلاح وسيد مازه وهم جنب بعض. يا عم سيد مازه الكابتن في الاول مشخه في الاخر. اصل انا فاكر رونالدو وصلاح لما رونالدو كان بص له بصه كده قال يعني، لان رونالدو في الاخر مين اللي انتصر في النهايه؟ الافضل لعيب في التاريخ بعد ميسي. اصلا هو بيقول وسافه. بص الكافر عامل تاتو ازاي؟ ازاي ربنا هيبارك لهم هم عاملين تاتوهات كده الفرقه كلها؟ انما بص بقى ليفربول ابو صلاح فخر العرب والاسلام. ساديو ماني المسلم، مسلم موحد. نبي كيتا مسلم، ثلاثة مسلمين موحدين. لا يعني ان شاء الله ربنا يكرمك. عثمان ديمبلي قاعد على الدكة بيصلي العشاء. يلا بينا كيك اوف. الله على لمساتك يا ابو صلاح. اول لمسة والكرة بقى ايه هتخش الجول. جول بعد 8 ثواني زي اخر ماتش. قول كنت سمحتش قوم يا ممثل يا ابن المفروض ان هي تاخد اللفه مره واحده وانا قاعد من غير ما تنزل الجيم. في ضهر سيرجيو روبرتو مانيل اللي عمل ازعاج السنه اللفه ياض اللي قدام بيتي. ماشي يا بعد ما انت بتنزلني وتطول لففه وتقعد تتحكي. ماشي ايوه تقعد تديني في كلمسان حلو قوي. لا بس غير فيرمينيو وفارق فيرمينيو يا جدعان ده والله العظيم من غير الهجوم من غيره ما تعملش حاجه. فيرمينيو جاب كام جون اصلا؟ مش بالاجوان جاب جون حلو خلي بالك بس مش بالاجوان معدي 10 بس مش بالاجوان والله. ده هو كان زي بنزيما كده مع رونالدو. لا بس الفرق ان ده بيحط اجوان بيبعدها بنزيما ما بيحط اجوان. لا دلوقتي موسم استثناء يا ابن اللعيبه يا ابو عين يا ابني انت مش لسه طالب هتجنننا ليه؟ يا عم عايز فشار. طب انا كمان هعوز معاه جدا يا عم بس حد ما مدور على جول جامد. الفيديو ده حبيب كمية السيارات عندي. الجول التالت بقى تعرف انه عدى الفتره بتاعت رونالدو اللي كان بيشوف فيها الفاولات. يعني فتره رونالدو ما كانش ميسي بيشوف فاولات كده. دلوقتي ميسي بقى هو تميز في الفاولات. عدى فتره رونالدو. الحمد لله. خد في الارض. ايوه.
صلاح كان ميسي النهارده المصريين يقولوا على قهوه ايه صلاح فشخ ميسي وبتاع ميسي عامل يعني مش عارف الرابع صعب قوي والله برشلونه فتح الماتش كده كده ايه ما جابوش جول بس بس عارف يا اسامه الكلام صعب انا بقوله طريقه رونالدو برضه في الكلام حتى عن ميسي مش حلوه يعني سالوا ميسي انت شايف مين افضل بعديك قال لهم هازارد قال لهم مش عارف مبابي مش عارف قال لي ما هو كده قال لهم انت ما قلتش رونالدو قال لهم انا مش افضل من رونالدو انا وما قلتش نفس المكانه مع بعض احنا الاثنين في مكانه واحده جنب بعض لما بيسالوا رونالدو بيقول لهم انا افضل لعيب في اخر 20 سنه وانا ما حدش فيه زيي وانا البلاطون وانا مش عارف ايه قال لي عم صفر بقى ده 5 ونص بيقول له انا سمعت على اللي بيطلع ايه بيقول لي فان دايك يطلع طبيعي بس لو جاب جون هنا يفرق طبعا يروح هناك يكسب 2-0 جبرا من حارس تاني اشتغل لما ليه اضرب ماشي صفر بقى مش عايزين نلعب صفر هيديها خدمة حط هاتريك بس انت كان لاقي لا 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 هاديها الناس والله يا عم صفر خلاص مش عايزين الجون الرابع والله ما عايزين يا ابن هي ديمبلي بس ميسي عمل ازاي مش مصدق لكن ميسي ايه اللي ايه ده ايه اللي بتعمله ده ايه يا راجل انت ده ايه اللي انت عامله ده عيب عليك في السن ده يطلع من الكلمة طب هنلعب ولا ايه؟ نلعب طب يلا انتوا ايه؟ مبروك لبرشلونة كل يوم بلعب ببجي تشيكن دينر او ام جي نط بسرعة من الطيارة نام على بطنك في المغارة شوت جن مين يا حمار سيبه ودور على سكار نام على بطنك زي الفار اخر الشارع شايف